يا أرحم الراحمين يا رب. الوساوس بطلاق القناعات، مش عايز أكمل السؤال لأن هذا السؤال أجبت عنه عشرات المرات. أيها السائل الكريم، جوابك عند الأطباء وليس عند الفقهاء. من عجز عن مقاومة الوساوس القهرية يطرق باب الطبيب ولا يطرق باب فقيه. الفقيه قال لك مرارا وتكرارا إن المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به أمام الدنيا كلها إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه، وكان هذا قراره الأخير، وده مش موجود في كل حالات الوساوس تقريبا. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين.